نجدد التحية لكل الأصدقاء المشاهدين ونعتذر كثير عن العطل التقني يلي طرأ، بس ما رح يروح عليكم ولا كلمة من يلي كنت عم جرب قولهم. كنت عم بحكي عن الفيديو كليب وعن مزج يا زهرة في خيالي وبرهابس الشرقي والغربي بهالمعزوفة الرائعة على آلة الساكسفون للعازف العاشق لها الآلة توني بطرس بضيافتنا. أهلا وسهلا فيك بالأول. مرسي فيكي. وكنت عم ببدي الملاحظة انه مش بس عم تعزف وعم يتم تصويرك لعملت هالكفر على طريقة فيديو كليب، انما كنا عم نحس بالحركة الحقيقية لكل نوتة عم تلعبها مع الموسيقى يلي عم نسمعها. قد ايه اخذت معكم وقت وصعوبة؟ يعني هيدي اول شيء التقنية اكيد، يعني انعزفت المعزوفة كذا مرة تكرار، يعني انعزفت. والفضل الأكبر هو للمخرج الفيديو اللي هو سيباستيان وخيو أنتوني، هن اللي اشتغلوا على هذا الموضوع، أنه الديتايات ما يبين أبداً في فوارق ولا 1%، يعني اشتغلوا كتير على هذا الديتاي. وبتعرف أنت أكيد لأنك عطيت عليه الضوء، يعني شيء صعب. صح، لأن بتحس أنه النوتة عم تطلع مزبوط. بمحلها، مش عشوائياً أنه قفت وعزفت وطلع التصوير. كل أحوال سيباستيان غصين رح بيكون بضيافتنا من بعد ما ينتهي اللقاء مع حضرتك، ورح نتعرف على تجربته بعالم الصورة وأيضاً الفيديوز. بس اسمح لي وجه كم تحية لأصدقائنا. محمد من مصر، شكراً على كلامك الجميل، وأكيد نحن منحلى أكثر من خلال ضيوفنا يلي بيزورونا. وكمان صديقنا الدايم، وجه لك تحية لإلك ولراغدة، وشكرا على صور الحلوين يلي دايما بتودون. وأيضا عنا غير صديق محمد، غير محمد من مصر، كمان نتمنى متابعتك الدائمة لبرنامجنا، وأكيد رح نهديك معزوفة من توني بطرس. توني، تطور على هالآلة وبالعزف على هالآلة، هل بعده ممكن معك ولا بتحس أنه وصلت للي بدك إياه؟ أكيد لا، ما حدا بيوصل، بس نوصل بلشنا نرجع. يعني اكيد في على طول شغل دايم وتمرين دايم وتحضيرات جديده، يعني مثل ما بيقولوا معمل ما بيتوقف، نون ستوب على طول. لما قررت تقدم الكفر يلي سمعناها يا زهره في خيالي مع بيرهابس، ليش وقع اختيارك على هالاغنيتين؟ وكيف هيك قدرت تجمعهم وتنقلهم مغنيه بالعربي واغنيه بالانجلش؟ هلا اجمالا هن تاخذ تقريبا جو البيرهابس ويا زهره تقريبا نفس نوع الموسيقى، يعني وسع انه يا زهره مغنيه بالعربي وبيرهابس مغنيه بكل اللغات، بس تقريبا انعمل لهم توزيع. واكيد هون بدي اتشكر استاذ فادي ابي هاشم يلي هو اشتغل على يا زهره في خيالي، وكمان عندي شكر للويس صافي اللي كمان ساعدني بالتسجيل وهالاشياء. انعمل المزيج بشكل انه عملنا لهم ألفة بين بعضهم، يعني قربنا اجواءهم من بعض بقدر الامكان. يعني حتى في محل حسينا نقلت الاغنيه من دون ما نشعر، يعني بسلاسه كثير. هيدي كانت انا خياري بهيدي النقطه، انه فوتت آلية البونغوس اللي هي جمعت العربي يا زهره، فوتتنا بيرهابس بشكل انه ما حدا نحس شو صار. يعني نحن اهم شيء يعني نحس بسحر الموسيقى هون عندنا بالاستوديو ونسمع منك معزوفه توني. وانا بحب اجي لهون لانه بحس السحر عالي كثير. ونحن كمان بننبسط كثير انه نستقبلك. شو حابه هلا تسمع؟ اللي بدك اياه. جاهزين كلنا لسماع الموسيقى الحلوه؟ يلا انا جاهز. شو بيقولوا لنا منقول؟ يلا. Thank you.
شكرا شكرا. يعني هالمعزوفة لها الأغنية السوبر معروفة يلي ما بقي حدا ما غنيها ما حفظها ما رقص عليها ما حب عليها أو ما إلى. أنا صراحة حبيتها على محبة العالم. أي بس هي بتنحب. أي أكيد يعني لما سمعتها وهيك حبيتها دقيتها. ثلاث دقات. كم مرة سمعتها لحبيتها؟ ثلاث مرات ولا أكثر؟ صدقي أنا أول شيء تكون صادق يعني ما حبيتها. بس لما لقيت العالم كلها حبتها قلت لا لازم اسمعها. لأنه افتكرتها من أنواع الأغاني الهابطة بس لا بس سمعتها وتمعنت فيها وبكلامها وبتقلها. لا لقيتها أنه شيء كثير مميز وحطيتها براسي ودقيتها. وهيدا يلي صار ونحن سمعناها ولكن بنفس الوقت قد ما انسمعت وانحبت وانلعبت بنحس انه صار في بعض الاشخاص بيقول لك ما بقى بدنا نسمعها، هل بيصير عادة مع بعض المعزوفات بتبطل تعزفها لان كثير استهلكت؟ يعني ليكي لحديث هلا كهي دقت ثلاث دقات يعني اذا ما بكون حاططها ضمن البروجرام عم تنطلب. ما في مجال يعني. وكل دقة بدها توصل لمطرح بس لهلا هي بعدها مقلعة ومثل ما هو ويمكن تضاين كثير لأن في معزوفات قديمة لغاية اليوم يمكن ما بتغيب عن الحفلات ودائما بيطلبوها، هل في معزوفة بتحس بترافقك على طول بحفلاتك توني؟ يعني كل شيء اولدز إجمالا ما بيموت خلص يعني مثل ما بيقولوا قاعد على العرش تبعه خلص ما بقى يتزحزح. بس بالنسبة لك بضل في معزوفة يمكن بتتفاعل معها في دقات لو قد ما دقيتها بتكون هيدي دقات خلص طابعة معي. ما بدنا اسم شي معزوفة هيك تحس هي سبيشل لإلك؟ أنا بدي دقة أو بالنسبة لإلك وفيك تعزفها بس إنه بشكل عام بتحس يمكن لما يوصل وقت إنك تدقة يمكن بتدقها بغير إحساس بتدقها بحماس أكثر أو كلهم زيت هلا إجمالاً أنا بالنسبة لإلي كمعزوفاتي يعني عايش أنا وياهم كلهم لهم أهمية يعني ما بقى عندي شيء بحبه وشيء اللي ما بحبه من الأساس ما بدقه يعني بس إجمالاً كل شيء بدقه يعني ولو مطلوب من الناس يعني فيك تعمل هالفصل بجرب أتهرب منه إذا شيء ما بحبه صراحة يعني إذا شيء ما بحب دقه بتهرب منه بحجة هيك مهضومة يعني تجرب اقنعه وما هلا ما فيك تتهرب ابدا بدك تعزف عنا بالاستوديو شو رح تختار رح نترك لك حريه الاختيار هلا انت رح اقول لك شغلتين في هي دقه اسمها بولكا او كانوا يا حبيبي وفي بحبك انا كثير لوائل كفوري هلا انت شو بتحبي نحن رح نعزف وحده منهم فشو بيكون فانت هون الخيار عليك بحبك انا كثير لاني بحبك كثير اتفقنا لكن رح نسمع بحبك انا كثير وكمان بدي وجه تحيه لسامح من مصر واهديك هالاغنيه واهديها لكل اصدقائنا المشاهدين ولصديقنا خالد كمان تحيات قلبيه كثير كبيره منا لكم
بلشنا انه بحبك انا كثير وبدنا نتابع ونقول تبقى تطل علينا، فلازم تضلك تطل علينا توني بطرس لنسمع المعزوفات الحلوه والعزف يلي متعب، يعني مش سهل.